نتكلم عن المسألة بتاعت الـ resource leveling اللي موجودة معانا في project planning، اللي هي دي هو بيبقى مدينا في المسألة، طبعا هيدينا في المسألة الـ activities زي كده، النشاطات 0 1 1 3 هو راسمها، حتى هو هنا محدد لك الـ critical path، احنا بس هنحلها برضه، لأن هو هيبقى مدالك كده ومديك الـ durations دي ومديك الـ resources اهي. احنا اول حاجة هنا هنحل الـ activities دي، هنحط عليها الـ durations وهنحلها يعني forward path و backward path. خلاص عندنا الـ durations اهي، من 0 ل 1 3، ومن 0 ل 2 3 برضه، ومن 0 ل 3 duration 3، ومن 0 ل 4 duration 3، وبعد كده من 1 ل 3 6، ومن 1 ل 4 3، ومن 2 ل 5 3، ومن 3 ل 4 3، ومن 3 ل 6 3، ومن 4 ل 5 2، ومن 4 ل 6 6، ومن 5 ل 6 1. كده عندنا الديوريشنز كلها. ممكن نحل الفورورد باث والباكورد باث، طبعا هو لو مش مدينا الكريتيكال باث هنعمل الكلام ده، ولو انا حليته هنا اهو هتلاقي مثلا وانت كده اهو حطينا الديوريشن بتاع كل واحدة، دي الديوريشن زي الرقم ده، هو ده الديوريشن، كل ده الديوريشن بتاع كل رقم، بتاع كل قصدي اكتيفيتي. بعد كده حليت الفورورد باث، مشينا فورورد باث ازاي، بنجمع الرقم الموجود بتاع الديوريشن بتاع الاكتيفيتي ده زائد الديوريشن ده، وناخد هنا الرقم الاكبر ازاي، الاكبر هنفهم دلوقتي. مثلا هنبدأ بالأول من 0 لـ1، طبعا الأكتيفيتي البداية دايما الديوريشن بتاع 0، فزيرو هنا الأكتيفيتي 1 ده، أو اللي هي الدايرة دي اللي فيها 1 دي، داخل عليها سهم 1 فقط، فهو خلاص مفيش غير ليها المجال ده، عكس مثلا دايرة رقم 3، بص رقم 3 دي داخل عليها السهم ده وداخل عليها السهم ده، فهنا هتعمل comparison ما بين الرقم الأكبر في المجموع وهتحطه هنا اللي هو طلع 9. ازاي؟ ادي اكتيفيتي 1 داخل عليها فقط السهم ده، فخلاص 0 زائد 3 تبقى الديوريشن بتاع دي 3. هتيجي من هنا بقى هتقول في 1 3 وفي 0 3، هناخد انهي رقم؟ هناخد الاكبر. طيب 0 زائد 3 هتدينا 3، فما ينفعش، يبقى 3 زائد 6، حتى نكبرها جدا، 3 زائد 6 تدينا 9، فتسعة أكبر من 3 هنحط التسعة. تمام، نفس الحكاية لما نيجي نمشي مع دي هنلاقي إن رقم 6 ده دخل عليه سهم 2 3، فأنا لازم نعمل comparison ما بين التلات أسهم دول، فيبقى كده لازم نوصل للسهم ده ولازم نوصل للسهم عشان نعرف الرقم هنا كام والرقم هنا كام الأول، بعد كده نشوف هناخد أنهي واحدة. طب تعالى ننزل من 9 دي على 4، برضه هتلاقي دي دخل عليها سهم 2 3، احنا عارفين إن هنا 3 already، عارفين ان هي 9 خلاص، لكن وهنا معروف ان مكتوب 3، فزيرو زائد 3 هتدينا 3. طيب 3 زائد 3 هتدينا 6، 9 زائد 3 هتدينا 12، الرقم الأكبر انهي اللي هو 12، فاحنا حطينا ال 12، فاحنا كده خلصنا رقم، خلصنا كده 0 وال1 وال3 وال4. هنا مفيش غير سهم واحد فقط اللي هو جاي من ده، فزيرو زائد 3 3، هنا الخمسة جاي منها السهم ده، جاي منها السهم ده، فهنعمل كومبارزون ما بين الاتنين، احنا وصلنا هنا لان 12، وصلنا ان هنا 3 زائد 3 هتدينا 6، لكن 12 زائد 2 هتدينا 14، فناخد الرقم الأكبر اللي هو 14. يبقى احنا كده وصلنا على الخمسة دي 14، وعلى الأربعة دي 12، وعلى التلاتة دي 9. نبدأ بقى نعمل كومبارزون أنهي الأكبر عشان ناخد الرقم اللي موجود في الفورورد باث على 6. 12 زائد 6 18، 9 زائد 3 12، 14 زائد 15، يبقى الرقم الأكبر هو ده 12 زائد 6 18، فحطينا الرقم. واحنا راجعين نفس الحكاية، الرقم ده ينزل زي ما هو تحت 18 ونبدأ نرجع، بس هنا الفرق ان احنا راجعين بناخد الرقم الأصغر في الطرح، يعني نطرح ده من ده يدينا رقم، هل الرقم يعني نفس الكومبارسون اللي احنا عملناه في الفورورد باث، بس نعملها في الباكورد باث وتكون الرقم الأصغر هو الصح. يعني دلوقتي هنيجي مثلا نعمل الباكورد باث هنا اهو، نفس الحكاية هنا، دي
راجع منها سهم واحد، فما فيش غير الرقم ده تقدر تطرح منه رقم واحد. طبعا انا عامله بالاخضر، فاهو هتيجي مثلا السهم ده راجع منه سهم واحد، فهي ما فيش غير 18 ناقص واحد 17. خلاص، ونفس الحكاية السهم ده راجع منه سهم واحد فقط، ف17 ناقص 3 14. تيجي بقى تخش على الزيرو، هتلاقي ان الزيرو دي دخل عليها سهم وسهم، او راجع منها سهم، راجع منها 1 2 3 4، فلازم نعمل كومباريسون. فهنقف هنا عند ال 14، هنيجي هنا عند ال 4 ده، راجع منه السهم ده وراجع منه السهم ده، احنا وصلنا السهم ده 17. طيب هنا لو قلنا 18 ناقص 6 تبقى 12، و17 ناقص 2 تبقى 15. 15 ولا 12 اكبر اصغر؟ ال 12، فحطينا ال 12 الرقم الاصغر. جينا بعد كده هنرجع تاني، هنيجي نخش على 3 ده، هنلاقي ان راجع ليه السهم ده وراجع ليه السهم ده، فهنعمل كومباريزون. 12 ناقص 3 هتبقى 9، طب 18 ناقص 3 هتبقى كام؟ 15. احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ناخد الرقم الاصغر اللي هو 9، لما طرحنا 12 من ده طلع 9، يبقى احنا وصلنا هنا 9. هنيجي نخش على الرقم ده، على الواحد ده، هنلاقي ان احنا هنا عندنا 9 ناقص 6 تدينا 3، او 12 ناقص 3 تدينا 9. الرقم الاصغر هو ايه؟ 3، فحطينا 3. كده احنا وصلنا، خلصنا ده وده 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 وده. نيجي دلوقتي على الزيرو، طبعا من هو زيرو لازم يوصل للزيرو، فهنلاقي نفسنا ان احنا 3 ناقص 0 0، هي دي اللي هناخدها، لان هنا هتبقى 9 ناقص 3 هيتبقى 3، هتبقى 6، فما ينفعش. 12 ناقص 3 هتبقى 9، ما ينفعش. هنا برضه 3، هنا 14 ناقص 3 اسمه ده هيبقى عندنا 11، فما ينفعش. فهي تبقى هو 3 ناقص 3 0. تعرف منين الكريتيكال باث اللي هو اصلا معلمه في اول علامة المسألة هنا؟ هو ده الكريتيكال باث. بس عرفنا منين؟ لما عملنا الفورورد باث والباكورد باث، ولقينا ان الارقام هنا متساوية، 0 0 3 3، ده هتلاقي 9 9 اهو، وده 12 12، وده 18 18. يبقى دي اول خطوة، يبقى هنعمل الفورورد باث والباكورد باث ونعرف الكريتيكال باث. نعمل الكريتيكال باث ليه؟ اهو هنا، لان احنا دلوقتي عايزين نرسم اللي هو بيسموه التايم سكيل نتورك، او نعمل ريسورس ليفلينج. عندنا الريسورسز هنا، هو بيقول لك مثلا من 0 ل 1 عندنا 2 ريسورس، من 1 ل 3 او من 0 ل 2 مثلا هي عندنا 2 ريسورس، من 0 ل 3 عندنا 1 ريسورس بس، عندنا من 0 ل 4 5 ريسورس، وهكذا تمشي مع الجدول ده كله. الجدول ده هيبقى له ترتيبه بطريقه تانية. يعني خلاص احنا خلصنا الاول خطوه اللي هي الفورورد باث والباكورد باث، وعرفنا الكريتيكال باث. في يعني هي مش اجباري بس محبب، يعني ان انت ترسم الكريتيكال باث ده، ترسمه في اللي هي تايم سكيل نتورك او في الريسورس ليفلنج، ترسمه هوريزونتال. هنرسمه هوريزونتال ازاي؟ هنشوف دلوقتي.